بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر إخواني وأخواتي الذين تفضلوا بهذه الأسئلة الجميلة والذكية. أبدأ بسؤال الأستاذ الفاضل عن العلاقة بين الحرية والسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور عدنان إبراهيم على مداخلته. استمعنا بالأمس إلى يعني مداخلة هي في صميم ما يسمى بفلسفة الدين، وخاصة فلسفة الدين من منظور يعني إسلامي، ومداخلة أخرى يعني ربما في يعني ثانيها يعني فلسفة الجمال. وكنا نود اليوم يعني أن تتفضلوا وتتحدثوا لنا عن فلسفة السلم في الإسلام استنادا إلى نظريتكم التي طورتموها حول قضية الطول والعرض. هذا السؤال يعني الأول. سؤال يعني الثاني، لا شك أن الحرية والسلم هما يعني مقصدان من مقاصد الشريعة الإسلامية. في يعني رأيكم إذا كان هناك تعارض بين الحرية الإشكالية الفردية والجماعية والسلم، أيهما أولى؟ خاصة هنا يعني أشير بشكل غير مباشر إلى ما يقع في ما يسمى بلدان الثورات العربية. الحرية والسن، يعني هناك من يستعمل السلطة حفاظا على السن كمقصد من مقاصد الشريعة، بما في ذلك سحق الحريات الفردية والجماعية. هناك يعني تعقيب فقط على الأخين عبد الوحيد ثم لا، لأنك قلت أنا لا أظن بأن هناك حرب دينية الآن اللي تجري، هناك حرب سياسية بغطاء ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر إخواني وأخواتي الذين تفضلوا بهذه الأسئلة الجميلة والذكية. أبدأ بسؤال الأستاذ الفاضل عن العلاقة بين الحرية والسلم. المقصود هنا ليس السلم العالمي، السلم الاجتماعي، السلم في داخل الدولة والوطن الواحد كما طلب منه الأستاذ عبد الواحد. سأختصر، موضوع طويل وضافي الذيول. قناعتي يا إخواني، قناعتي في داخل البلد الواحد لا يسوغ اللجوء إلى العنف وإلى القوة بأي حال من الأحوال. النصوص الدينية واضحة هنا والتجارب مؤلمة، لكن أيضا الدعوة إلى التغيير لازمة وضرورية. الدعوة إلى حكم ديمقراطي شوري تشاركي تبادل السلطة، يجب أن نفعل هذا، ولكن بغير اللجوء إلى العنف، ونتحمل الضريبة، نتحمل الضريبة التي يمكن أن ندفعها. تعلمون إيش المقصود في القرآن العظيم؟ حتى الدفاع عن أس الاعتقاد، عن التوحيد في مقابل الشرك والكفر والعياذ بالله، لا يجوز أن يتم بطريقة تمزق أبناء الجماعة الواحدة. شيء عجيب في سورة طه، قال يا ابن أمة ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت عجيب بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني أنا سكت على الشرك وعلى عبادة العجل الذهبي من أجل وحدة الأمة، وحدة الجماعة. فما ينفعش باسم أنني أريد حكما إسلاميا أن أمزق الأمة وأسلط بعضها على بعض ومذابح تصبح. لا، بعدين أحاديث الفتن، النبي نفسه الذي صح عنه أنه قال من مات دون نفسه دون ماله دون عرضه يعني أهله فهو شهيد، هو الذي تقريبا اشتهرت عنه أحاديث مشهورة كثيرة من غير طريق أنه في الفتنة الأهلية في الحرب. واضح أنها تتحدث عن فتنة أهلية، ممنوع أن ترفع سيفك حتى إن جاءك الأخ يريد أن يقتلك واقتحم عليك حوم الدارك
عليك أن تضعي ثوبك على رأسك وأن تستسلم. طبعاً دروس الحروب الأهلية في كل الدول في القديم والحديث تؤكد أن الحرب الأهلية لا يمكن أن تنتهي إلا بتنازل أي طرف، طرف خلاص يضع السيف وينتهي كل شيء بإذن الله، وإلا تتغذى الخصومة والحرب باستمرار وتستمر. شفنا لبنان وغير لبنان وإسبانيا 20 سنة 25 سنة، مصيبة مصيبة. لا نريد أن نساهم في حروب أهلية باسم الحكم الإسلامي، باسم الدعوة للإسلام، باسم تحكيم شرع الله، لا نريد. لكن أيضا لا نسكت عن الباطل، لا نسكت عن الظلم، ونفعل هذا بحكمة وبإصرار بإذن الله، بإصرار واثق حتى النهاية. طبعا ينبغي أيضا ينبغي أن نراهن على الثقافة، على تغيير الفكر يا إخواني، وهذا شيء ضروري جدا جدا. وينبغي أن ندخل المداخل الصحيحة، يعني لا يكون مدخلنا الأساسي مثيرا لمن هم في السلطة، نقول لهم نحن نريد الكراسي، لا الكراسي، نحن نريد خير الأمة، نريد خير الدين، وسنفعل هذا كما قلت لكم بالطريقة الحكيمة الطويلة ربما أحيانا والصحيحة. نحن كما قال مولانا أبو الحسن الندوي رحمة الله تعالى عليه، نريد أن نأخذ الناس إلينا، انتهى كل شيء، ولا نريد أن نأخذ هؤلاء من كراسيهم فقط. سيحدث هذا طريق ربما يكون طويلا لكنه أكيد بإذن الله تبارك وتعالى.